لمزيد من المتابعة إذن مشاهدينا الكرام بشأن تداعيات الحرب في أوكرانيا، معنا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري والعقيد أحمد حمادة. مرحبا بكم. إذن بعد ما يزيد عن سنة ونصف، كيف ترى الوضع الميداني في ظل هذا الضخ المستمر للسلاح سواء كان لروسيا أم أوكرانيا؟ السلام عليكم، تحياتي السلام عليكم الكرام. الحرب الروسية التي شنتها روسيا على أوكرانيا بالفعل أكثر من سنة ونصف، وكانت هذه التي تسميها هذه الحرب التي كانت تسميها روسيا بأنها عملية عسكرية ربما تستمر على أقصى مدى بحدود 15 يوم إلى شهر، ولكن هذه الحرب طالت بشكل كبير نتيجة الاستقطابات العسكرية من قبل الدول الغربية التي زودت أوكرانيا بمختلف أنواع الأسلحة ودعمتها سياسيا واقتصاديا وعسكريا ومعلوماتيا، حتى استطاع الجيش الروسي الذي كذلك يتمتع بكفاءة عالية في الصمود وفي الحرب ضد الروس استطاع بالفعل أن يوقف الزحف الروسي ويحرر عدة مدن وأهمها كييف وخاركيف وقسم من خيرسون وبعض المناطق، حتى اضطرت القوات الروسية إلى التبدل الموقف الميداني من الهجوم إلى الدفاع. اليوم القوات الأوكرانية ومنذ فترة أعلنت بأنها تشن يعني هجوما مضادا على القوات الروسية من عدة مواقع وخاصة في الجنوب والشرق في باخموت وفي ماريوبول وزاباروجيا وباقي المناطق. لذلك القوات الأوكرانية اليوم تتقدم بخطى يعني ثابتة ولكن بطيئة نتيجة النقص الشديد في الذخائر، رغم أن الغرب قدم مؤخرا أسلحة حديثة، قدم صواريخ، قدم مضاد للطائرات وللطائرات المسيرة وصواريخ كذلك قدم يعني مدفعية جديدة وصواريخ شادو ستروم البريطانية والفرنسية التي تطلق على القواعد الميدانية وعلى الخطوط الإمداد الروسي. لذلك نرى بأن اليوم القوات الأوكرانية سيطرت على إفديفكا وحاصرت بذلك باخموت، كذلك تقدمت في الجنوب بحدود 16 كيلومتر خلال أسبوع، 16 كيلومتر مربع خلال أسبوع. إذن القوات الأوكرانية اليوم بهذه القوات التي تدربت في الغرب والتي تسلحت بدبابات حديثة وبمدفعية وغير ذلك، علما بأن المدفعية والصواريخ الروسية تحدث 90% من الأضرار في الجانب الروسي. اليوم تقوم بهجمات على خطوط الدفاع التي استطاعت روسيا أن تبني خطوط دفاع حصينة وتخبئ قواتها خلف هذه الخطوط بشكل كبير. لذلك نرى أن الهجوم الأوكراني ربما لم يكن فعالا بشكل كبير، لذلك الأنباء المتسارعة يبحث سيد العقيد، الأنباء المتسارعة أيضا الميدانية تؤكد أن هناك عشرات الغارات الروسية على مواقع أوكرانية، وهناك أيضا تحركات متسارعة في البحر الأسود، كيف تعزوها؟ هل تضغط روسيا أيضا في ملف الحبوب؟ اليوم روسيا والتي ألغت يعني بروتوكول صفقة الحبوب من أجل إخافة العالم والضغط على العالم، واعتبرت روسيا بأن أي سفينة تمر في الممر الذي كان مخصص لممر الحبوب هي سفينة عسكرية وربما يتم التعامل معها بهذا الشكل. هذا كله نتيجة القصف الذي قامت به أوكرانيا على شبه جزيرة القرم، على ميناء سيفاستيبول، وعلى كذلك جسر كيريتش الذي يعتبر جسرا هاما والذي لا يمكن إعادته إلى ما كان عليه قبل هذه الضربة، وهذا يعتبر شريان هام تقوم القوات الروسية بتقديم الدعم العسكري والاقتصادي واللوجستي إلى هذه القوات التي في شبه جزيرة القرم التي تعمل
تعتبرها روسيا أرضا روسية رغم أنها محتلة منذ عام 2014، وهناك إصرار أوكراني بأن هذه شبه الجزيرة هي منطقة أوكرانية. طيب. روسيا تحاول منع القوات الأوكرانية أو الدولة الأوكرانية من استخدام السواحل التي هي على البحر الأسود، لذلك نرى بأن هناك تحركات روسية كبيرة ربما تضطر من خلاله أوكرانيا والدول التي تساندها باستخدام الصواريخ الحديثة هورنيت وكذلك الستورم شادو لضرب السفن التي سيد العقيد أحمد حمادة في هذا المنطقة. بشأن الطائرات المسيرة الإيرانية، هنا وكالة الاستخبارات الأمريكية كشفت عن وجود مصنع روسي لتصنيع هذه الطائرات المسيرة، هل استطاعت برأيك الطائرات المسيرة الإيرانية أن تحقق نجاحا في هذا المجال؟ يعني الطائرات المسيرة الإيرانية وخاصة شاهد 136 الانتحارية التي تسير إلى مسافات بعيدة وهي تقوم بقصف المواقع الأوكرانية وخاصة البنى التحتية، استطاعت أوكرانيا التعامل مع هذه الطائرات بمنظومات الدفاع الجوي التي جلبتها من أوروبا وخاصة ألمانيا وفرنسا ومن الولايات المتحدة، لذلك ولكن تعتبر هذه الطائرات هي بديل جديد جدا عن الطائرات الحربية وعن المسيرات الأخرى وعن المدفعية والصواريخ التي تطير إلى مسافات بعيدة. رأينا هذه الطائرات المسيرة قصفت يعني أوديسا منذ عدة أيام وأحدثت أضرار في أكبر كنيسة في تلك المنطقة وقتلت عدد من الأشخاص، كذلك ميكولايف تعرضت لهذا القصف، تتعرض كذلك كييف وباقي المناطق. إذن تحقق هذه الطائرات شيء من التعويض عن النقص في المدفعية الطويلة والصواريخ الطويلة، لأن هذه الطائرات هي رخيصة ولا يوجد فيها عنصر بشري ربما يضطر الروس واسقاطه حتى ما لا تصبح ازمه او اسير غير ذلك، لذلك تستخدم هذه الطائرات بدلا عن المدفعيه والصواريخ الطويله. اذا من اسطنبول عبر سكايب خبير العسكري العقيد احمد حماده، شكرا جزيلا لكم.